في البحث العلمي تونس في مرتبة مشرفة جدا عالميا. تونس في عدد النشريات وجودة النشريات، كيف نحسبها نسبة لعدد السكان أو نسبة للبي بي برودوي انتر بروت، نلقاو تونس في المرتبة الثامنة وفي المرتبة الخامسة عالميا، ولكن تونس تنقصنا على مرتبة سيئة هي في تثمين البحث العلمي. وهو السؤال اللي طرحته سيادتك. نقطة أخرى على تونس وفي البحث العلمي كذلك، أنها الدولة التونسية راهي هذيك فيرتي، رانا الدولة الوحيدة العربية الوحيدة والإفريقية الوحيدة اللي هي شريك مومبر أسوسي في برنامج الاتحاد الأوروبي للبحث العلمي وفوق أوروبا 21-27. اللي يسمعوا فينا من باحثين يعرفوه باسم أوريزن 2020 ولا أوريزون 2020، 2020 تعدى تولينا في 21-27 البلد العربي الوحيد والإفريقي الوحيد اللي خلانا نتحصلوا على العديد من المشاريع الأوروبية. وهذه تمويل للمخابر متاعنا، لخاطر ميزانية الدولة مهيش كبيرة مهيش كافية للمخابر. هو معنا رئيس مخبر تأكد الكلام تاعي، ولكن كل مخبر ملزوم عليه باش يجيب مشاريع كومبيتيتيف. المشاريع كومبيتيتيف هذه كما المشاريع الأوروبية، الجامعة التونسية والجامعة تونس منار متحصلة على عدد المشاريع الأوروبية. ونقطة مهمة في المشاريع الأوروبية، فما بلدان من أوروبا خاصة من إيطاليا أو إسبانيا اللي نتعاملوا معهم نحن مباشرة، وألمانيا اللي معاهم مؤسسات اقتصادية بتاع بلادهم، واللي نحن تنقصنا باش تكون مؤسسات اقتصادية موجودة في المشاريع اللي نخدموا فيهم نحن. يعني التوانسة تخدم مشاريع، تخدم البحث، الطالب يخدم، الباحث يخدم، المؤسسة تخدم، ومؤسسات أوروبية تستنفع، وخاصة المؤسسات الاقتصادية بتاعهم.